عما الله شاهد وكتبه ورسله ملينا. هم يردون معاديني قالوا لنا لا زرعون، قالوا لنا لا زرعون، نزرع ونتعب وصيفنا كله نركض، شتانا كله نركض، الضيم كاتلنا الله وكلكم محمد كفيلك، الديانة كاضتلنا البيبان، وكله من تين نزل المنتوج طبت الإيرانية، طبت الأردنية، وظالين كاتلنا الضيم، الدول مستفادة تزرع وتنتج، واحنا العراقيين منتوجنا ظال ما حد ياخذه، ليش؟ ليش؟ غير حكومة؟ وين حكومتنا؟ وينكم؟ صعدناكم وانتخبناكم، لا نريد من عندكم، عمي بزرعاتنا نزرع ونتعب، غير تاخذون منتوجنا؟ تقدر ناخذه وندبه بالزباله؟ اي ليش؟ ليش؟ عندكم عداوه يعني؟ قولوا لنا لا زرعون، خلونا كاتلنا اليوم، تردونا نجدي بالدول؟ شنو تردونا؟ بس اريد اعرف تردونا شنو هي؟ والله معاناتنا كثيرة، احنا بالنسبة معاناة الفلاح وخاصة الفلاح البصري معاناة كثيرة. أول وحدة دعم من قبل الدولة ماكو، لا بذور لا أسمدة لا مواد بلاستيكية، يعني من كافة الاتجاهات، وهاي خيرات العراق تشوفها موجودة هنا ما شاء الله، يعني جاء معاناة كلش كبيرة بالنسبة للفلاح البصري وخاصة محصول الطماطة حاليا، لأنه ذروة إنتاجنا هسه الثاني والثالث والرابع، وجاي تشوف جاي تدخل على طماطم من قبل الدول ومستوردة، مع العلم عندنا إنتاج محلي ما شاء الله، يعني حتى نقدر نصدر من عنده، لكنه لا حياء لمن تنادي، جاي نطلع مظاهرات، جاي نناشد حكومة محلية حكومة اتحادية، قابلنا الوزير مرتين ثلاثة، كله وعود في وعود، ولحد الآن هاي معاناة الفلاح. صندوق الطماطة 30 كيلو ب9000 وب10000، يعني ب300 دينار كيلو الطماطة، وهاي معاناة الفلاح. من المستفيد من دخول الطماطه الاجنبيه داخل العراق؟ طبعا المستفيد، انا اقول لك المستفيد تجار، المستفيد نحكيها صراحه وبدون خوف، بعد ماكو خوف، بعض الاحزاب تدخلات، بعض الاحزاب منافذ الحدوديه ما مضبوطه بشكل تمام، لانه مع العلم اكو قرار من قبل وزير الزراعه ومن قبل الحكومه الاتحاديه منع استيراد الطماطه، لكنه رغم القرار ورغم اكو منع، لكنه تروح العلوه الرشيد، تجي العلوه حمدان، تلقى طماطه مستورده. عجب شلون دخلت الطماطه المستورده؟ دخلت خلصه من قبل المنافذ الحدوديه ومؤشر، وقلناها مرتين مسدوده، لكنه تدخل، اكو فساد بالمنافذ الحدوديه، اكو فساد، لانه منين جت الطماطه؟ ما نزلت بطياره الطماطه، تجي عن طريق المنافذ الحدوديه. شلون دخلت؟ عجب الحكومه الاتحاديه ما تقدر تشكل لجان، وزير الزراعه وزير التجاره ما يقدر يشكل لجان بكل لجنه بكل منفذ حدودي ومسؤوله عن الطماطه اللي تدخل وعن المنتوجات اللي ممنوع استيرادها، ماكو لحد الان، ماكو اي نتيجه، وهاي معاناه الفلاح وخيرات العراق الموجوده لحد الان هتشوفها، يعني نقدر نصدر من عندها، لكنه سبحان الله يعني ماكو دعم من قبل الحكومه الاتحاديه، ماكو بالنسبه للفلاح العراقي. بالنسبة لمعاناة الفلاح، ما يخص الفلاح، الفلاح الدولة رافعة إيدها عن الفلاح 100%، الفلاح إلى الأسواق التجارية ما بين التجار، يعني البذور تجارية، النايلون تجاري، الأسمدة، أي دعم من ناحية الدولة كل شيء ما يحصل الفلاح، هاي معاناة الفلاح بالنسبة للفلاح، الفلاح راضي بهذا الشيء، ما عنده مشكلة. المعاناة الثانية اللي يلقاها الفلاح اللي هي عد ما ينتج الفلاح وينزل للأسواق تنفتح عليه الحدود من كل الدول المجاورة، وبالذات يعني الأسعار من تجينا من تركيا أسعار عالية، يعني ما تنافس العراقية، أما الأسعار اللي تجي من إيران لا تنزل الأسعار وما يسد، يعني ما يجي، كل فلاح صارف له 10-20 مليون، لو ما تجي نهاية الموسم ما محصل له 10 ملايين، زين تعبه في العمل، القطاع الزراعي بالنسبة للبلد منتهي من 2003 لحد الآن، ونتحدى وزير الزراعة إذا يقول عندنا مبادرات، أكو صح، أكو دعم، أكو دفعه، بس المن دفعه للناس اللي لا تزرع وتأخذ السلف، والبنك الزراعي انطى سلف بس ما انطى للمزارع الحقيقي، ليش ماكو لجان؟ لجنه تطلع على الحقل، كشف للحقل وتشوف منو اللي زارع وتثمن له، تقيم له زرعه، هذا ماكو شيء، ومن 2003 لحد الان، اما بالنظام السابق فحدث بلا حرج المعروفه الزراعه،
تطور الزراعه وشلون كانت الاسمده، معمل بتروكيماويات ينتج نايلون، معمل الاسمده يوزع اسمده، البذور كلها محليه، الان كل شيء ماكو، هذا كله فقدناه من ناحيه يعني الفلاح مرفوعه، الدوله رفع ايدها عنه ومسلمته بيد التاجر، والتاجر يتحكم، لا تقيس ولا سيطره نوعيه، كل شيء ماكو، البذور يجيبها مغشوشه تمشي على الفلاح، الاسمده يجيبها مغشوشه تمشي على الفلاح، فهو الضحيه بين قوسين الفلاح، الدوله ما متضرره، تفتح الحدود. المصيبة الأكبر يعني من يصير الإنتاج، وانت شفت الإنتاج، هاي الطماطة العراقية اللي الظاهي أكبر بلد، من يبدي الإنتاج ماله يفتحون عليها الحدود، يجينا شهر السابع والثامن توصل الطماطة ب2000 دينار الكيلو بالأسواق المحلية مستورد، ما شفنا لا وزير احتج لا مواطن طلع احتج، أما المنتج المحلي إذا نزل للأسواق تشوف المظاهرات والكذا وها. بس هي ايران هي تدخل، لا هي مو ايران، كل الدول تدخل، اما الايرانيه ايران اكثر، لا اللي التركيه موجوده بس احنا ما نتاذى من التركيه، ليش؟ لان اسعارها اصلا منتج العراق غاليه، يعني يجي الكيلو بحدود باربيل ب1000 دينار سعر الكيلو، يوصل للمواطن ب1500، انا اقدر انافسه، انا ابيع ب1000، اما الايرانيه توصل لبغداد تنباع ب400 دينار ب350 دينار، يعني نقل وقمرك وتعرف من بلد البلد بيش يبيعها الايراني؟ هل معقوله يعني هيك عنده انتاج؟ ام هي مؤامره على الفلاح العراقي؟ هي هنا السؤال. زين هسه البصره ايش قد انتاجها؟ انتاجها حاليا البصره اكو احصائيه عند وزاره الزراعه، العام جانا مدير زراعه البصره وسووا احصائيه وعدهم جرد، البصره من شهر الواحد وشهر الثاني وشهر الثالث باستطاعتها تقذي العراق من البصره الى زاخ. باستطاعه وتعهد من وكتب تعهد مدير زراعه البصره والوزير الزراعه وقدموه المقترح الرئيس الوزراء، تعرف الكتاب على ما يتنفذ احنا الموسم مخلص، يعني بادرون بشهر الواحد يقطعوا لك الحدود بشهر الثالث الناس مخلص زرعها، فماكو فايده يعني هسه يقول سد الحدود بهاي الايام، بينما هي ذروه الزرع تصير بشهر الواحد وشهر الثاني، واحنا شهر الثاني اقبلنا على نهايته يعني. بس هاي الطماطه على ايش قد؟ والله شوفنا هذه الطماطه العراقيه، طبعا هذه الطماطه العراقيه من ناحيه الجوده، البذور مالتها هذه بذورها، هذا صنف يسمونه ياسمين، هذه البذور مالته كلها من شركه سنجنتا، الشركه السويسريه رقم واحد بالعالم. هذه طبعا من التاجر ياخذها، من التاجر ياخذها ما ياخذها من الدوله. هذه تنافس الفرنسيه، هسه هذا الصندوق ب 10,000 يطلع سعر الكيلو 300 دينار. شو الصور يعني 300 دينار؟ شوف بينما اشوف الكلفه على الفلاح هي عبر ال 400 دينار الكيلو على الفلاح، لانه كله تجاري. ويا هاي احنا الطماطه تكفي العراق كله، الله وكيله، معنا اطنان الاف الطنان، ومدمرنا ايران يب وذب علينا، واحنا ضالين بهالضيم، كل شو ماكو نذبهن للمحلات ونطلع فارقين لا شيء ولا هذا، كل شو ماكو، الله وكيله، خساره هذا في العوائل. ايه احكي لي عن شو اسمه دعم الوزاره، دعم كل شو ماكو، ولا شفنا من الجمعيه شيء نهائيا، لا نايلون لا سماد لا دواء لا اي شيء، الله وكيله، كله على الفلاح والاف العوائل اللي عايشه على الله وعلى الزرع نهائيا، كل شو ما شايفين منه اللي عايشه على الله وعلى الزرع، لا شغل لا عمل، وين نروح؟ وين نروح؟ زين والحدود كلها مفتوحه، وايران غير ايران موجوده، جيبوا طب موجوده، لا دعم من الدوله، حتى قمرك ماك عليها، ماك قمرك لا كيماوي الا على ضلع الفلاح. زين الطماطه شو تجيب اذا الحدود مفتوحه؟ بيش اسعارها بيش؟ ولا شوف هاي الاف الشباب كلها قاعده على الله وعلى الزرع، يعني وين نروح؟ بس ايران هي اللي قاعده تدخل لنا اكل، ازيد شيء. من يستفيد من هذا الشيء؟ والله ما ادري، هو الدوله مستفيده كامل، هم المستفيدين، لازم عندهم مزارع قاعد ويدخلون، شنو السر ما تعرفه شنو؟ معروف السر الاحمر. إيه؟ السنه ايش قد محصول الطماطم؟ لو ما بين حد الان كل شو ماكو، لحد الان كل شو ماكو، سبعه وبثمانيه وبعشره ويوم سته ويوم خمسه وكل شو ماكو، ما مستفادين والله. كانت الايام ذيك على وصلت حتى 5,000 حتى 5,000 حتى 5,000 وصلت والله، ورجعها لها ان رجعها. زين 5,000 شو السد؟ السد نايلون، السد كيمياوي، السد بدون، السد حديد. بس هي بالسوق ما نزل السعر،
اي بس هنا نازل كيف يقول لك ايرانية، هذا الجلاب مني يقول لك ايرانية طبت، ما اقدر طبت ايراني عشان ما يجي احنا ما نشتري. ايه ما يجي. انا اعرف هاي هجين. هجين هجين يوم يشتريها ب 12 يوم ب 11 يوم ب 8 مو شرط، السعر مو ثابت. ايران جيب طماطه، جيب طماطه نزل السوق بالموسم، ليش تدخلونها بالموسم؟ ولازم تدخلونها بالموسم سيد، او يكسرون السوق على مود الفلاح ما يقدر يعني بعد يشتغل بالطماطه. نزلون الطماطه، نزلونها 500 طماطه كيلو وين بليل؟ حمراء خيار واسود. هاي الطماطم عراقيه احسن ايرانيه، لا استيراد ولا قمرق ولا ضريبه، وهاي فادتني طماطم. مالك شغله توعدني، مالك شغله فادتني من عندنا وبيني احسن، يعني احسن من الايرانيه استيراد وقمرق وضريبه ونقل. ها لا ما الزبير، هاي مالتني. سدت الحدود، تريد الحكومه تساعدنا نسدد الحدود. مستورد هذا، هذا هذا الليمون مستورد. البرتقال العراقي احسن شيء هو، بس هذا التركي العرب ترغبه، العراقي ما ترغبه. ليش ما ادري والله، كله استيراد. حتى الفلفل، الفلفل الايراني، البرتقال تركي، هذا تركي، هذا رمان تركي، يعني ماكو شيء عندنا عراقي، كله استيراد. هذا الليمون يوصل ب 800 نبيع عبله زين، هذا البرتقال 3 4 نبيع عبله، كله تصير غالي يعني ما يصير زين. بالنسبة للفاكهة العراقية أحسن له، هاي أحسن طبعاً، عراقي هو أحسن، هو البرتقال العراقي، الرمان، نومي، كل العراقي زين، زراعة العراقية كيف أحسن، ما بيها إشكال. لا لا العراقي طبعاً أحسن، هو أحسن. حركة بس شعب نايم. الطماطم من البصرة تجي، مو استيراد، من البصرة. بقية الأيام هم تجيك عن طريق إيران؟ لا لا قطعوها مال تيران، بس من البصرة. يعني هسه من عن طريق شلام شمال، شلام شمال؟ لا ما تجي من الشلام، بس من من البصرة. زين من الشمال هم تجيك طماطم هنا؟ لا ما تجي، بس من البصرة. بس من البصرة. بس هاي هسه المواد اللي عندك مستوردة كلها لو كلها عراقية؟ داكو إيرانية، هسه مثل البوتيتا إيرانية، البصل إيراني، الخيار إيراني، بيذنجانك هو إيراني، أغلبها إيراني. إي ما عدا، بس ما عدا عندك الطماطم، بس الطماطم عندك، الطماطم عندك، بيذنجان عراقي، بصل أخضر عراقي. بس الطماطم شو نوعيتها؟ طماطم مال الزبير مال البصرة. يعني ليش تاخذ الصندوق؟ ناخذ الصندوق 13 14. يعني الصندوق السعر ماله ثابت لو متغير؟ لا متغير، يوم نازل السوق يوم صاعد السوق. كلام الناس اللي يسوقون ما تنزل طماطم؟ لا تنزل، هسه مثل اليوم 3 ب 2000. خلص بعدين احوال بلديه خطيره. 3 ب 2000 اليوم. 3 ب 2000 بس هم على البوتيته. بوتيته هاي ايرانيه، طماطم شغلات. لا عارف ايش عندنا صندوق الطماطم استاذي ب 13000، نبيع 3 كيلوات ب 2000. هسه هو بالارتفاع لو بالهبوط؟ لا زين شوي صعد، كان ب 10000 بس اليوم ب 13. اي يعني شو صعد؟ يوم صعد يوم نازل، على اقبال تجي من المحافظات. ايه؟ مو بس البصره، مو بس البصره، اي تجي المحافظات، اي المحافظات هم يجون من البصره يسوقون. بس هي هسه شوي ارتفعت 13 14، كانت ب 10 جو ال 10. بقيت المحافظات هسه ما عندها طماطم بس البصره؟ لا هسه النجف يزرعون طماطم، كربله يزرعون. ايه؟ بس البصره تشتهر بالطماطم النظيفه قوية، يعني أحسنها من المستوردة. أحسن من المستوردة، أي مستوردة مو ذيك النظافة.
والغار ناعمه. اي هو فصل هذا يعني. اي هاي طماطم انتاج محليه. مستورده نوع عراقي؟ لا عراقي. من تجيبها؟ من البصره. من البصره. الزهر مالتها وين؟ الزهر الزبيع. المواد كلها كلها عراقيه. هاي عراقيه. مستورده بس هاي عراقيه عراقيه هاي عراقيه كلها عراقي هذه؟ هذا ايراني هذا ايراني هذا عراقي هذا عراقيه هذا ايراني هذا عراقي. تاخذونه من العلوبه؟ من العلوبه 15 ناخذ صندوق ب 15 الاسعار ثابته فوق الفطور. لا لا من تجي الايرانيين تخلي الاسعار. خويا هذه طماطتنا طماطه عراقيه وهذا المحصول محصول محلي زين بالله عليك. هاي الطماطه تنغبن ليش يعفون الطماطه المحليه ويروحون للحكومه الايرانيه؟ ادري شنو السبب يعني يريد يدمرون الزراعه يدمرها بها حق يعني هذا يدمر الفلاح واذا دمر الفلاح دمر الشعب واذا دمر الشعب يعني هاي مؤامره بكبرها مؤامره من الحكومه على اليمن على المزارعين للزراعه وللصناعه. زين من يعوف هذه الطماطه سعرها 500 دينار ويروح يشتري طماطه ب 600 الايرانيه شنو يعني شنو القصد بها؟ شنو لهم بها شيء لهم غايه؟ يعني طماطه وثاني شيء هاي الفلاح اول شيء خسران عليها يعني يشتري البذر المصاريف تصير ب 16 مليون ويجي هنا يبيعها ما تطلع له حتى 10 ملايين على يا ذنب شنو يا اللي يتحمل هاي المصيبه يا اللي يتحملها غير تطيح وترجع للفلاح. بس اريد ان اعرف لمن نشتكي لمن نوجه كلامي بس على اليمن اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياء لمن تنادي. صاير لنا من بدايه الموسم لحد الان نطالب بسد الحدود وقال لك يا بسديت الحدود وذب العذر ورجع لك وقال لك يا بالحج الشعبي فكوا الحدود يا بالحكومه فكت الحدود يا ابو يا بي. او كلمه بس اعلام وكل شيء ماكو كذب ما كذب كله كذب كذب وترجع وقال لك يا بي احنا سدينا الحدود وبالاعلام والاعلام ما شاء الله صافين وياهم صايرين سوا وهم والاعلام. زين من المستفيد بدخول الطماطه الايرانيه؟ طبعا مستفيد الحكومه ومن المستفيد غير الحكومه مستفيده ومع هي مو الحكومه هنا عملاء هذا اللي يدور مضره الفلاح والشعب هو عميل هذا هاي مو حكومه الحكومه اللي تسبب هلاك بالفلاح وبالزراعه هاي مو حكومه الحكومه اصلها تفيد الشعب تفيد الفلاح تفيد المزارع تدور الصناعه هاي هي الحكومه هاي مو حكومه هاي اصلها ناس مصنعين من دول خارجيه وحاطينها بالعراق على مو شنو تدمر العراق نفسه هذا هو الموجود وهذا هو الواقع وتعال طب اصل الطماطه وشوف شوف الطماطه الناس الفلاحين هنا يقول مصيبه طايحه عليهم اذا هو خسران عليها ذابل عليها بال 20 مليون 30 مليون ويجي تالي محصوله يطلع بيش يطلع محصوله يطلع محصوله ما يقارب 14 مليون ادري شو يريد يحصل الفلاح يعني حتى تعبه ما محصله لا الفلاح ولا الملاك ولا اي واحد شنو السبب؟ شنو ولمن المن هسه المن وجه شكوتنا بس شكوى رب العالمين لا 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 يسمعون مني ولا مواطنين هم يسمعون مني وطلعوا وسووا مظاهرات وكشفوا وكل شيء ماكو اجى المحافظ هنا وقال يابا راح نسوي لكم حل وكل هذا كل شيء ما طلع انه يومين ثلاثه وكل شيء ماكو. هسه ايش قد زرعت؟ انا زرعت ما يقارب 300 مشعب. زين ما عندك شيء من عدل ولا ما ها؟ ما عندك شيء من عنده ولا لا؟ احترق من عنده شيء؟ احترق منه بس الشيء قليل احترق منه يقولهم اشاعه جينا نوجه ولو يعطونا بالشيء القليل يعوضونا عن اللي احترق منه عن موضوع ان هي صارت لمحه خطيره واجوا اجوا هنا ما صدقوا لقوا هذا الموضوع ما صدقوا راسه لقوها ذريعه وحجه بالاعلام وان هي صارت طماطه حاله حال الامراض وطبت على اللحوم وعلى غيرها ترجع وتقول قال لك ذريعه لقاها تخص المواطن وفتح لك الحدود وقال لك يابي طماطه العراق احترقت والبصره انتهت وما شاء الله القنوات متجهزه لهذا الشيء تبدي من اول قناه عراقيه تنتهي بالاخير على نفس الموضوع يقول طابق قنبله ذريه هم داعش ما حكوا عليها بقد ما حكوا على موضوع اللبحه الخطيره وجوا بس يريدوا يفتحون الحدود على ايران على شنو السبب؟ شنو السبب؟ بس تشكيل بس. بالنسبة للطماطة محصول الطماطة الزبيرية طماطة درجة أولى طماطة كافية
يغذي محافظات العراق كافة. وطماطم النوع الأول درجة أولى، درجة أولى أحسن من الطماطة المستوردة، تكفي العراق كله وتكفي، وأسعارها مناسبة. والفلاح بهاي الأسعار يعني تقريبا ما يحصل بها بعشرة أو 11، ما يحصل، أريد شوية ترتفع شوية الطماطة. ونطالب من الدولة تفتح معامل معجون. معامل معجون. نعم طالب معامل معجون. معامل معجون. شان عندنا قبل. طماطة عندنا فايض، عندنا من زمان عندنا هاي الشغلة. ليش سدوا؟ قبل 6 أشهر الزبائن، 6 أشهر موصل. وغذي العراق كله. ومعامل معجون كلها مكفيتها. هسه لحدنا كل شيء ماكو. هسه سادين الحدود، الطماطة ضالة علينا هنا. الطماطة ضالة يومية هاي فوق 200 صندوق تبار. فوق 200 صندوق تبار. احنا طالب من الدولة تجي تفتح معامل معجون تستوردها تاخذها، يعني الايدي العامله هاي العمال هاي هم تشتغل، يعني هاي راه لها واحد يشتغل، الفلاح يشتغل، البقال يشتغل، حتى بالاميه يعرف الشغل هاي. ينفتح معمل معجون ايدي عامله راح تعمل عراقيه، الطماطه راح تصعد، استثمار البلد، الطماطه راح تشتغل، كلها راح تستفاد. ليش احنا نستورد من الخارج؟ راح نستورد بورق، يعني فلوس ورق. استفاده دخول الطماطه الايرانيه بعد الاستفاده بعد ما يجوز وراها جهات اخرى يعني تستفاد وراها شيء اكيد، وانما هذا يعني طماط درجه اولى نعمه من الله. زين دخوليه الباب قد دخوليه الباب مال هو دخوليه هاي دخوليه الباب ياخذون 4%. هسه الدخوليه سهل عمي، تحكينا بالطماطه ضاله علينا، دخوليه سهل، البقال يطلع مرتاح وزينه وهذا، بس تحكينا بهاي طقاعه الطماطه ضاله علينا، دخوليه خلي ياخذ صندوق 500 دينار 600 دينار، بس تحكينا بالطقاعه ضاله علينا هنا، طماطه ضاله هي من تمشي الطماطه زين الفلاح يرتاح، بدل ما يزرع له مزرعه واحده يزرع له 4 مزارع، هذا كله يضل علي. هي الدوله ما دعمته، قبل الدوله تدعم لايلون، تدعم سمات، تدعم الفلاح، هسه ما تدعمه، بس من يبيع ب 30 من صالح المواطن، يبيع ب 20 من صالح المواطن، الموسم الجاي يصيبك 15 وهو مترهي زارع بالارباح مالته، هو هيك الفلاح. زين السنه ايش قد زرعت؟ نعم ايش قد زرعت؟ 500 مشعب وقوه ودين علي، قوه زرعناها 500 مشعب، وين هسه اذا ابيع انا ب 20 الموسم الجاي يجوز ازرع 2000 مشعب. يلا عمي يلا مشي مشي. لا شيء غريب والله، عالجناه وصار زين الحمد لله. ماكو دعم. ماكو دعم ماكو. اذكر لي اسمك. اياد مسير الشحماني. أنا أرد سلسال الحكومة المركزية، أرد إحنا إيرانيين لو عراقيين، زين حدودنا بكيف إيران، أنفسنا بكيف إيران، زين سدوها خذلهم كم يوم تنفسنا، من تنفسنا سوينا صدرنا سوريا، إحنا زرعنا هذا اللي ما تشوفه ماكو، صدرناه سوريا يعني كفة للبلد وصدرنا سوريا. زين الجماعة إيران هسه كانوا سادين الحدود، نعم الله عليهم 5000 سادينهن، باكر راح يفتحونها هالباكر هذا، ايش قد صار في يوم هذا؟ اليوم ايش قد يوم بالشهر؟ 24 اليوم 24 يعني يوم 25 يعني يفتحونها ايران وليس الحكومه العراقيه، الحكومه ما عندنا حكومه عراقيه، ترى كلاوات بس بالجيب يبو ينزلناها في الجيب، يعني هم هسه لو يفتحون ويخجلون عطوه، هسه اعتبرها عشائر، عطوه ريد لنا شهر فقط للطماطه شهر، يعني جلاب مضرور، المسوكتي مضرور، الفلاح مضرور. زين اثنين احنا ما نريد دعم من عندهم، الله لا يجزيهم بالخير، احنا منا ومن ارواحنا، بس يا جماعه يعطونا مبارك شهر شهرين، هسه الشهرين طايحات، شهر ما بيها مجال يتركون البوق، مو عيب عليهم؟ ما يستحون؟ اريد من عندهم شهر يسوون عليهم فضل، نعم الله، لا هسه ما شوف، يقول دولة فلاليح، شنو نقمتهم؟ بس والله انا اقلهم والله اذا باكر طبت طماطم من كردستان وعندنا معلومات، والله هاي الشركه اللي بنوقفها ونوقف النفط البرجسية بحيث كلها نسدها بالطماطة ونصبها باب أفن واحد يطلع داهم مزيلين، والله نوقف النفط عليهم ونوقف المصفة، اسمعني خلي عندنا معلومات، اسمعني نودي لهم الكردستان ودي النفط وبالخدمة لهم وحاضر يطلهم 17% من 20%، ووقت الفلاح يقصون يطلون حظ في شني مصالح خاصة، بويا تشافون نشرهم لا بالقرآن حتى النفط وتجره ونعروحه بخيره، هنا هاي برجسية بصافنا خو احنا بصاف البرجسية، شوف لما ندلها ينسد باب النفط ويتأدبون من عندنا ويزاهم الله خير، أريد لنا مهلة من عندهم يا مسلم، أريد لنا شهر وسلامتك، خلال نفتحونها احنا نسد باب النفط، هم خلال يفتحون الحدود احنا نسد باب النفط وسلامتك، باب النفط والمصفى مع النفط هم نسدها، يعني عندنا حالتين البرجسية نسدها
والشركات البيبي وما بيبي تعمل ما خليك تشتغل، وهم يعرفون ذاك اليوم قضيناها وبس ذي المرة هاي خفيفة، لا هالمرة ثقيلة ونقعد بها قاعدة وفن واحد تجاوزنا خلينا يذبحون 5000 فلاح 100 عافية. عم ترى مو هذا مو حكي، ترى ملينا معتهم وعدهم كذبهم عيب عليهم يسحون. تفضل. اولا احنا زراعتنا ترى على ذاتنا محسوب علينا، البترو متعطل طن النايلون ب 3 ملايين، كل مزرعه تصرف بال 20 مليون 25 مليون هاي على حسابنا، البترو معطلينه، النايلون من سوريا ومن الاردن ب 3 ملايين اسواق سوداء، احنا عايشين على حسابنا ثق بالله العظيم، وكل مزرعه مطلوب 20 مليون 25 مليون. فالطماطه احنا تبدي طماطتنا بشهر 12 وتنتهي بالخامس نص مبارك شهر يطول الثالث، هسه هاي بدايه هسه نريد منكم بس هالشهرات بشهر الثالث، لان احنا ايران اذتنا وزرع مزارع خير من الله وزرعنا باو على هذا، شوف انت كامرتك هسه وشوف هاي الطماطه يعني ايران السد وتفتح كيف هاي الطماطه انتاجها كلش حلو ربك الثاني هي راس هاي نوعيتها طماطه والله اصناف اشكال ياسمين ايه اكثر شيء بذورها وثاني وبعد احنا عايشين على حصارنا ثق بالله العظيم، مطلوبين كل واحد 20 مليون 25 مليون البترو هذا شغلونا انه هسه وين تاج انتم مو تقول الدعم الوطني وين الدعم الوطني الدعم الوطني وينه ونشكركم جزيل الشكر. وشوف البرادات ايش قد تحملوا زياده طماطم عندنا بالعراق، حتى شوف انت بعد تشوفون بعينكم هاي شوف الطماطم ايش كثر، يعني بامكاننا والله نسدر كل دول الخليج كلها نغطيها، تركيا نقدر نصدر لها، يعني ليش هسه احنا شوف هاي الفلاحي حظ الله وكاتلها اليوع والهبري ليش؟ يعني قلتوا راح نسد الحدود الايرانيه وما حسدها، قلتوا راح نسد الحدود التركيه وما حسدها، وبعد كم اذاعه ايتنا وقالت راح احنا راح بشروا وبشروا الفلاح حتى شوفه هاك فكر له مش كاتله الصفري ها شوف تفكر له فدور عليك تفكر له والحسين شبعانين ضيم شبعانين يعني ليش يعني اذا ما زين الله ما قبل نعم شنو ما ادري هو ما احنا ليش احنا كم مذاعياتنا بس ما حد ينفذ ما حد ينفذ احنا ليش نقول ما حد ينفذ هو الايرانيه مفتوحه من زمان كذا الحدود الايرانيه كيف ايراني يسدون يفتحون ايران بس لا اي مو شو كيفنا اي والله عم يعني احنا صراحه حكومه ما عندنا صراحه واحد ولا احجايه ما يصير واحد يقول لهم حكومه بس الحكومه ما عندنا احنا لو عندنا حكومه جاي سدت الحدود ليش هسه من الصبيح لحد نص الليل هل على وعلى هل حطتها هاي وماكو ليش ما كسبنا والله خرب عم زرعنا خرب هسه يعني زرع عندنا ما حد قاعد يحوي الفلاح ما يقدر يحوي يعني بامكاني احوي 100 صندوق يوميه قاعد احوي له 25 30 امشي حالي شوي وعود بالكرات اقدر وما حد يسحبها هسه ما حد ياخذها زين الصندوق 7000 8000 شو السد النايلون غالي البذور غالي السماد غالي يعني شو وين يروح وتالي الفلاح هاي كم سنه راح شويه شويه قاعد ننقرض من 6000 مزرعه صار 3000 باكر السنه الاخرى يصير 1500 الى ان ننتهي راح نبطل الزرع ليش؟ عمي صراحه هسه لو بالغرب ذولاك اهل الشمال هذول يسدون الحدود يسدونه بس احنا بس على الجنوب ترى صراحه بس على الجنوب شدوا رايد العباس قالوا سنه ما نزرع بطلنا لا هو هسه بس على الجنوب هسه ذا باكر ذا تصير طماطم بالمناطق الفوق من بغداد المناطق الغربيه عندهم تكاتف وعندهم هاي ما حيسدون احنا ربعنا لا والله شو اسوي؟ وين نشكي حالنا؟ المن نشكي حالنا؟ لله بارك الله بارك الله الله كريم. احنا فلاليح مزارع الزبير بينا 6000 فلاح او 10000 مزرعة كل فلاح يملك له 4 مزارع او 5 مزارع نعاني من فتح الحدود الإيرانية يفتحون الحدود علينا
تنزل الطماطة 5000 و7000 و8000، يسدون الحدود شوية تنتعش الطماطة تصير ب10000 ب11000. نعاني ما نعاني من شهر مو من شهر 11 هسه نضرب مثال نقول هاي السنة، هاي بس السنة تعال هنا غفار بس هاي السنة ها راح نسد لكم الحدود، راح نسد لكم الحدود وكذب بكذب الله وكيلكم محمد كفيلك من شهر 11 ليا يعني هسه هذا 11 قضى شهر 11 وشهر 12 والواحد والثاني والثالث راح يبدي واحنا كل شيء ماكو بس المواعيد والكذب. يعني شغلة احزاب الله وكيلكم محمد كفيلك، شغلة احزاب مسيطرة عليها الاحزاب يسدونها ويفتحون الحدود بكيفهم وظالين من ذاك وقت لهذا وقت. هسه الفلاح شوية 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 قاعدين ينقرض الفلاح. هات تشوف هاي الطماطم، هات تشوف التريلات قاعد تسدر للموصل، سدر البغداد، سدر السليمانية، سدر الأربيل، وين ما كان طماطم خير من الله. زرع يقولون ماكو زرع ماكو زرع على اساس ماكو زرع. هاي تريلات والله تريلات، هات تشوف هاي، روح صور العلوة وشوف وانشد الفلاح يحكي له. يعني من شهر 11 لياي كذوبة 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 كله كذب كذب. ليش راح نسد الحدود؟ فتحنا الحدود سدينا الحدود، هاي 3 ايام شويه سدوه، 3 ايام او 4 ايام انتعش السوق كلها اشتغلت، البقال اشتغل والعامل اشتغل والفلاح اشتغل وبتريل اشتغل والجلاب اشتغل كلها اشتغلت، كلها اشتغلت من سدوا الحدود هاي 3 ايام. اليوم سدوا فتحوا الحدود، اليوم نام السوق هات تشوفه. هل ظلت الطماطم زبله ب7 و8 و9 و10 شو تسوي بها؟ بحلق ما تحطها السبعة. الله وكيلك الاف الاطنان الطماطم يوميا تسده 300 شقد شقد تقريبا هم احسن يقولون ما يكذب له. هاي شقد يوميه يعني شقد يوميه مو بين 300 مو 300 طن يوميه اقل شيء 300 من 400. الله وكيلك طماطه خير من الله، زرع خير من الله، بس هني ماكو ساهره ماكو حكومه، حكومه تكذب علينا يا تكذب شوي بس مواعيد بس مواعيد. هسه شنو الطماطه هي ب 500 دينار يعني الضر المواطن اذا صارت ب 1000 دينار الضر المواطن، مو كيلو البرتقال ب 1500، مو كيلو الرمان ب 1500، يعني بس الطماطيات ب 500 دينار هسه ما يترن ترى على المواطن، يشتري له 5 كيلوات 6 كيلوات ما يترن على المواطن، لا يترن ولا كل شيء ما. بس شو تسوي ما عندنا دوله انا لله. الله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله، الله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذي بالنسبة للفلاح مالنا الله وكيلك شاب عظيم، وطماطة هسه تكفي وخير من الله، قاعد نودي للموصل ونودي الأربيل ونودي السليمانية هواية، صندوق ب 10000 ب 12000 وطماطة هواية. كذب اللي يقول لك طماطة مضروبة وصابتها لفحة ما ادري لفحة متأخرة، طماطة خير من الله، الله وكيلك هسه كملنا وظلت نعمة الطماطة، الله شاهد ورسوله، والفلاح قاعد يخسر هواية. زين قال ها جتكم الإيران، هسه صار لنا كم يوم حملنا الأربيل قالوا الطماطم الإيرانية انقطعت، هسه اليوم قالوا ها طماطم الضارين الطماطم عندهم 50 دينار. ما يصير هذا مو حكي، هذا خلي يلتفتون الحكومة البرلمان. بعد فلاح راح يهجر ما يزرع، بعد ما يزرع ما يصير حكي مو حكي، هذا خلي يلتفتون معانات هالفلاح هذا المسكين، كل مزرعة ذاب ل 40 مليون 50 مليون الله وكيله، ويبيع صندوق ب 12000 والله ما سد، فلاح هذا راح يبطل زراعة بعد ما راح يزرع. خلي يلتفتون انه يباعون لنا ماكو يعني، يعني سلوردن الاردن الله وكيلك ومحمد كفيلك ما يخلوني طب لهم طماطيه من غير دول، احنا عندنا انتاج كاف وخير من الله، الله كفي الله وكيلك. هسه كيف تظلت ها شو طماطه صورت انت حضر جنابك بس والله هواي طماطه، وطماطه خير من الله ها ايش بيها هاي؟ زين ايش قد كم طن يدخل يوميا؟ خير من الله يكفي العراق 18 محافظه الله خير من الله، من زاخو للفار يكفي طماطه الله وكيلك وزود، وب 12000 دينار الصندوق وب 13 شنو 12000 فلاح خاسر ال 40 مليون 50 مليون الله وكيلك
كافيه وزياده، لا ايرانيه تريد ولا تركيه ولا مصريه ولا سوريا، زرع خير من الله. زين طماطه انتاج من اللي قاعد يستفيد من دخول الطماطه الايرانيه؟ هذول الناس التجار ما معروفين، المافيات الفساد هذول يطلعون مشكل لك حجه طماطه مضروبه ولفحه وما ادري شكلها، هذول يستفادون من المنافذ الحدوديه. هسه قاعد يدخلون جوا الباذنجان الله وكيله، وجوا الخيار، وجوا ما ادري شنو، قاعد يطببون طماطه جوا، وطماطه هسه ظل الله وكيلك ظلت خطيه، شي وين يوديه؟ راح يصير على الليل وين يوديه الفلاح؟ باكر يبيعها ب 5000 دينار. نحن مزارعو محافظة البصرة وبالتحديد قضاء الجبير، عندنا محصول الطماطة يعني محصول يكف العراق كله، وقاعد الفلاح نخسر من جيوبنا، احنا دعم من الدولة ماكو، يعني طن النايلون 2,600,000 بالإضافة للشتلة الوحدة هذا العود الواحد 130,000، كل مزرعة تخسر إذا ما حصل منتوجها يعني أكثر من 30-25، أقل واحد يخسر له 20 مليون على الزراعة. تجي للمنتوج عندما تنزل الطماطة عندنا تشوف الحدود مفتوحة وتطب علينا من كل الدول. طماطتنا هسه هاي قاعد نبيعها، هاي الطماطة تشوفها الوراي يعني 10,000 11,000 تطلع علينا بيش، الفلاح مطلوب له بحدود 25 مليون. بهاي الحالة احنا منين نوفي؟ دعم من الدولة لا حد ينطينا حدود، لا حد يعني نشتكي عدة زراعة، وزير الزراعة نفسه يقول أنا ما أقدر، يعني الحدود مفتوحة بس ما أقدر، المنافذ الحدودية الضباط قاعد يدخلون الطماطة، وعد من نشتكي ما نعرف القضية شنو، يعني بلد تايه، عد من تشتكي، زراعة أدوية لا حد ينطينا، بذور لا حد ينطينا، نايلون يعني كله سوق سوداء نشتري على المكاتب، مشيتنا المكاتب، وأقل فلاح مطلوب بحدود 20-25 مليون، تجي للطماطة سأشوف هاي الطماطة خير من الله، يعني المنتوج اليوم بالبصرة وخصوصا الجبر يغطي العراق كله، بالشمال حتى المحافظات الشمالية هذا انتاجنا يغطي العراق وبزيادة، وإذا أكو دولة عندها نظام يمكن تقدر تصدر للدول. وتشوف احنا هسه قاعد يجينا المزارع ايش قد تقريبا؟ يعني اكثر من 4,000 مزرعه تنتج هسه خصوصا بقضاء الجبير. قصدي التسويق هنا يوم ايش قد؟ يعني يوم اكثر اكثر من 300,000 طن هسه حاليا النجل، اكثر من بحدود يتراوح يومي يعني يوم يوصل ل 500 يعني يوصل ل 500,000 هسه حاليا يوصل ل 500,000. انت هسه هاي السيارات وشوف الوضع وشوف الباب هسه مال علو العدد موجود عندهم، يعني اكثر من 500,000 صندوق يومي ينزل طن اي اكثر من 500,000 طن يعني نزل. هاي طماطتنا تغطي العراق وبيها زياده، قبل كانت معامل معجون وكانوا يعني ياخذون هسه لا بذور يطلعون من عندها لا معجون، طماطه شوفت هاي الطماطه درجه اولى، اكو هسه طماطه تجينا تصدير ايرانيه تركيه مصريه حتى الكويت هذا صدر علينا، يعني مزارع محدودات عندهم قاعد يصدرون علينا، هاي الطماطه درجه اولى هاي ما موجوده اصلا، الدول كلها ما عندها مثل هاي النوعيه مال الطماطه، يعني هاي الطماطه هسه اعطني اي تصدير جاي مثل هاي الطماطه ما موجود. وشوف هاي طماطتنا هسه يعني كيلوها ما يتراوح الربع دينار، يعني شنو الربع دينار؟ وهذا هسه الوسط يبيع الصندوق ب 2000 دينار، يعني شنو ال 2000 اليوم هن؟ بس شو نسوي احنا بعد ما نزرع؟ احنا عيشتنا هاي، يعني ما نقدر نترك الزرع، قاعد نزرع على حسابنا، على حسابنا الخاص نزرع، تجي للمنتوج هذا المنتوج هاي تاليتها ماكو شيء. يعني يفتحون الحدود وتوقيتا ويا طماطه الجبير، واكو قرار هسه قديم هو بالعراق، اكو قرار حمايه المنتوج المحلي. يعني ما منتوجه يعني شهرين زمان 3 اشهر، يعني المفروض هي من 12 الشهر الثالث تنقطع الحدود، يستفاد الفلاح. ولا شوف ايش قد هسه ايش قد فايده هسه بيها، ايش قد الاف العالم هسه قاعد تشتغل وبالسياره، العامل، الجلاب اللي يشتغل، بالاضافه للفلاح. يعني ما كاش اقل كيلو هسه بالسوق، اعطني اقل كيلو اقل من 750، يعني كافه المواد الغذائيه والخضروات الموجوده هسه بالبلد ماكو اقل من 750، هسه ما لازم خلي كيلو الطماطه 500 دينار، 500 دينار على الفلاح اقلها يستفاد يطلع الصندوق 15,000، يعني يوم 2000 يوم 5,000 يوم ما يصير هذا الحش. هاي سلامتك. الو هاي عماد، هاي انا قريب عليك قريب عليك، هسه اجي لك. يلا هسه اجي لك.
هذا.